مشاهدينا دعونا نتحول إلى محور مهم، محور فعال، محور منتخبنا الوطني. سنخرج في البداية مع بعض التصريحات واللقاءات ونعود للكابتن. إذن المنافسة الشديدة بين المنتخبات الآسيوية المشاركة في هذه البطولة على أشدها، لا سيما مع بدء مباريات الجولة الثانية من الدور الأول. الهاجس المشترك بين أصحاب الشأن والمختصين هو أهمية الفوز في المباراة المقبلة أمام اليمن والانتصار في المباراة الأخيرة ضد إيران، وذلك لضمان تصدر المجموعة وملاقاة منتخب يعني غير متصدر لمجموعته في الدور الثاني. هذه وقفة نتابعها معا. بالتأكيد المركز الثاني راح نلاقي فريق أصعب، بس المركز الأول بالتأكيد المباراة تصير عندنا أسهل ولو بنسبة 70%. أعتقد أنه المدرب راح يأخذ غير طريقة. الفريق اليمني ما عنده غير سبيل الفوز، خسارته معناها خروجه. احنا نتأمل أنه نفوز ونخلي بجيبنا الثلاث نقاط حتى أصير ستة، لكن بالطموح الكبير هناك ثأر من المنتخب الإيراني والمنتخب العراقي. احنا أخرجنا المنتخب الإيراني وهذا الثأر الطالب بالجماهير الإيرانية، الثأر من العراق، لكن الفريق العراقي قادر أنه يتحمل المسؤولية ويفوز على الفريق الإيراني إن شاء الله. اليمن بالتأكيد هم مشابه لأسلوب الفريق الفيتنامي، كذلك المواصفات الجسمانية بالنسبة لهم. هذا الدرس الأول كان مهم جدا بالنسبة لنا، لأنه الفريق الفيتنامي أكثر تنظيما من الفريق اليماني، فلذلك أعتقد ستكون مباراة أسهل مع فريق اليمن اللي لن يكون سهل في هذه المباراة. حتى لو فزنا عليه 4 فهو ممكن أن يشكل خطورة في أي لحظة من لحظات المباراة. لذلك يعني هذه مباراة فيتنام خدمتنا بشكل كبير، وتحقيق الفوز على اليمن ممكن وإن كان صعب، لكن مباراتنا مع إيران ستكون هي المحك الحقيقي، هي المحك الحقيقي لمستوى الفريق العراقي، وبالتالي لن تؤثر على نتيجة الصعود إلى المرحلة الثانية، لأنه بعد فوز وتعادل سنضمن أو فوزين يعني سنضمن الصعود إلى المرحلة الثانية. اليمن إن شاء الله يكون الفوز يعني، وأنا أتوقع لاعبينا سيحسمون المباراة وخاصة في وقت مبكر الشوط الأول. يعني أشاهد هناك فد غلة من الأهداف في بداية يعني خاصة الشوط الأول، واللاعبين راح يطمئنون بهذه النتيجة، وأنا أعتقد المدرب سيشرك أكثر من اللاعبين، لأن إحنا يحتاجنا إلى راحة اللاعبين، لأن أمامنا مباراة كبيرة أمام الفريق الإيراني، فعليه أن يختار في هذه المباراة طالما وضحت صورة الفريق اليمني، عليه أن اختيار بعض اللاعبين إشراكهم حتى ينطي فسحة في وقت، وخاصة استشفاء للاعبين اللي جهدوا في مباراتنا الأولى مع فيتنام، وأنا أتوقع تكون الجاهزية جيدة لفريقنا ومباراتنا مع إيران.